الرئيس السيسي يهنئ البابا توادروس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد. منتدى شباب العالم يعلن أجندة نسخته الرابعة ويطلق منصته الافتراضية لإتاحة المشاركة عن بعد. رئيس الوزراء البريطاني يعلن أنه سيتم إلغاء فحص بي سي آر ما قبل المغادرة للمسافرين إلى بريطانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في نص البرقية: يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز. فمصر هي مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائها على مر التاريخ. وأضاف الرئيس السيسي أن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته. فالوطن في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه، وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين. كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قال إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي يعرب عن أمنياته لأقباط مصر بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة للبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال الزيارة التي قام بها إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس والمستشار محمود عثمان الأمين العام للمجلس، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن أمله في أن تكون الأعياد فرصة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، ومشيدا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية، داعيا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار،
تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه وجه البابا تادروس الثاني الشكر للمستشار عبد الرازق على حضوره الكريم للتهنئة، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيه. بعث قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية رسالته البابوية لعيد الميلاد المجيد، فضلا عن ترجمتها إلى 12 لغة لتهنئة جموع الأقباط في مصر وبلاد المهجر بعيد الميلاد. يأتي ذلك فيما يترأس البابا توادروس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان، وبمشاركة عدد محدود من المواطنين بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا. كما يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والمحافظين. احتفلت الطائفة الإنجليزية بعيد الميلاد بقصر الدبارة وسط مشاركة شخصيات رسمية وعامة. وقال رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر القس أندريا زكي إنه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا تحتفل الكنيسة بحضور الشعب، مؤكدا أن الاتصال الإنساني قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة رسالة حضور الله في مجتمع المخاطر. كانت كورونا بتفرض مخاطر، الميلاد بيلهمنا درس مهم جدا، أن الله حاضر حتى في مجتمع المخاطر، وأنه بيسند شعبه، وأنه بيكون مع الناس، وأنه معهم في الخندق، وأن الفاكسين عطية من عطايا الله لمواجهة هذه الجائحة. التباعد الاجتماعي والماسكات والكحول اللي كان موجود في كل حتة في الكنيسة، والبرنامج كان سريع ومختصر ساعة ونص علشان ما نضمن ما يكونش فيه أكثر من التكدس. فالإجراءات الاحترازية دي اتخذناها، وأملا إن شاء الله أن تنتهي هذه الموجة. كل سنة وانت طيب يا شعب مصر، وكل أعيادنا بخير وسلام. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة ولحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس. رصد التقرير جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، موضحا أنه تم إصدار 22 قرارا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022 بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابع، بواقع 1186 كنيسة و 976 مبنى. كما تناول التقرير مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعا ملموسا، والذي يشمل الكنائس والأدرة وأبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع. وفي هذا السياق انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفقا لضوابط منظمة اليونسكو، وبتسليمه للجنة الوطنية بباريس في مارس 2020. وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإشادات المتعلقة بهذا الملف، جاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزا بمؤشر المواطنة الصادر عن يو اس نيوز، حيث احتلت المركز 54 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2020. ووفقا للتقرير ذاته، فإن أحوال الحريات الدينية في مصر تتحسن وبشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف الديني والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، علما بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق، وذلك منذ تقرير عام 2017 وللعام الخامس على التوالي. قام محافظ الإسماعيلية شريف بشارة بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية أن المصريين دائما ما يثبتون أنهم نسيج واحد، خاصة في الأعياد، حيث يحتفلون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي.
يعني أعتقد أن مفيش معنى أوضح من معنى التلاحم للشعب المصري ووحدة الشعب المصري في مختلف ظروفه، سواء كانت الظروف دي هي احتفال بالأعياد أو حتى وقت الشدايد، بان برضو تلاحم الشعب المصري على مر العصور المختلفة. الحقيقة احنا حتى ما بنتكلمش فقط على العصر الحديث اللي احنا فيه، احنا على مدار التاريخ الشعب المصري بيثبت للعالم بالكامل مدى تلاحم هذا الشعب ومدى وحدة نسيج هذا الشعب. والحقيقة يمكن مصر بتدي درس للعالم بالكامل في هذا الموضوع، وإن شاء الله ربنا يديم علينا نعمة السلام والمحبة في أرضنا العزيزة مصر. شرفنا سيادة اللواء المحافظ والمجموعة صحبه الكرام المرافقين لي، بنشكرهم على محبتهم. طبعا هم النهاردة بيمثلوا كل الإسماعيلية عشان الظروف اللي احنا فيها مش سامحة باللقاءات الجماهيرية، فهم جايين يعني باسم شعب الإسماعيلية. بنشكر الجميع، كل سنة والجميع طيبين وسنة حلوة على مصر كلها، بركة وخير ومحبة ورخاء وسلام، وربنا يسعد الجميع بنعمته وبركته، وكل سنة وانتم طيبين. شرفتونا ومتشكرين خالص. قدم محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة في مدينة كفر الشيخ. من جانبه أعرب الأنبا ماركوس عن خالص شكره لمحافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعله دايما عام للحب، عام للسلام، وهو ده الدفء اللي مصر بتتمتع به دونا عن بلاد العالم كله. يعني أي حد فينا يروح أي بلد خارج مصر ما يحسش بالدفء الوطني ده، ودي ميزة تتميز بها مصر وشعب مصر. تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، قامت مديرية الصحة بدمياط بتنظيم فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن لتلقي لقاح كورونا داخل 3 كنائس بدمياط. وقامت الفرق الطبية بتسجيل وتلقيح الإخوة الأقباط داخل الكنائس 3 بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالجرعة الأولى والثانية، ومن أعمار تبدأ من 12 عاما، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم. طبعا احنا في أعياد الميلاد ورأس السنة، والناس أبناء الكنيسة متواجدين الاحتفال بالعيد. طبعا احنا عارفين التطعيم مفيد جدا في الوباء الكورونا اللي ضارب العالم كله حاليا. مبادرة جيدة جدا من وزارة الصحة، ان هي من ناحية بتهنينا بعيد الميلاد المجيد، ومن ناحية تانية بتقدم تسهيلات للمسيحيين في الكنيسة انهم بيجوا لنا بنفسهم عشان كل افراد الكنيسة وافراد الشعب يتلقوا لقاح كورونا. النهاردة حملة معنا نطمئن، هنطعم الناس، هنسجل لأبناء الكنيسة إن موجودين معنا فريقين، فريق للتطعيم وفريق للتسجيل للمواطنين، ومنهم كمان هنتكلم معهم عن الوعي بأهمية اللقاح والحصول عليه. استعدت مطرانية الأقباط الأرذوذكس بالوادي الجديد والواحات لاستقبال عيد الميلاد الجديد المجيد وسط إجراءات احترازية في كل من كنيسة السيدة العذراء مريم بالواحات الخارجة، وماري جرجس بالواحات الداخلة، وماري مينا الواحات الفرفرة، والعذراء والبابا كارلوس في قرية النهضة. وأشار أسقف كنائس الوادي الجديد الأنبا أرسانيوس بأن مصر في الجمهورية الجديدة لا يوجد فيها مسميات وتصنيف للإنسانية بين مسلم ومسيحي، ولكن الوطن للجميع، واحترام الأديان هو الثابت في كل الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والعمل والإنتاج والارتقاء بالوطن. بالنسبة لاستعدادات المطرونية، الكنيسة كل الكنائس عندنا في المطرونية هتصلي صلوات عيد الميلاد المجيد مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد واستغلال جميع الأماكن الفارغة يعني في الكنيسة، علشان خاطر نمر هذه الأيام بخير، وكل سنة وحضرتكم طيبين.
قام رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور بزيارة لكنائس الإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. وأكد رئيس جامعة قناة السويس على أن النسيج الواحد للشعب المصري ووحدته الوطنية هي جزء لا يتجزأ من هوية الشعب المصري، متمنيا لشعب مصر عيدا سعيدا وعاما يتسم بالرخاء والخير. النهارده بنزور الكنيسه الانجيليه في الاسماعيليه عشان نقول لهم احنا عيدنا قبل عيدكم، احنا كنا شعب واحد، الشعب المصري العظيم اللي عمره ما كان فيه فرق ابدا بين مسلم ومسيحي. يا رب يجعل اعيادنا يا رب وايامنا كلها اعياد وسعاده وصحه تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا رب ان شاء الله العام القادم يكون ازاح هذه الغمه عشان نعرف نحتفل في الكنيسه يوم العيد وقبل العيد وبعد العيد. كل عام وحضراتكم بخير جميعا، شعب الاسماعيليه وشعب مصر جميعا. بدأت مديرية أمن القاهرة تشغيل الفعلي لمقرها الجديد والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة. هو المقر المزود بأحدث التقنيات في المجالات الأمنية والخدمية. افتتاح وبدء التشغيل للمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة جاء ضمن خطة متكاملة للتحديث والتطوير تنتهجها وزارة الداخلية لتواكب متطلبات العمل الأمني. المقر الجديد بالقاهرة الجديدة أنشئ على أحدث الطرز المعمارية ومجهز بساحة انتظار داخلية تسع ل 600 سيارة، إضافة إلى أخرى خارجية تسع 220 سيارة. يضم المقر الجديد أماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. المقر الجديد مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أمنية عصرية للمواطنين، وهو ما بدا واضحا في غرفة إدارة الأزمات المجهزة بمنظومة متكاملة من كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والميادين لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. غرفة عمليات النجدة بها أحدث منظومة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية مع تزويدها بتقنيات لفحص البلاغات إلكترونياً من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين. ويضم المبنى غرفة المراقبة الأمنية. مركزاً للتدريب على تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة العاملين بالمديرية في التعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة. مركز إعلامي متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها. وقاعات اجتماعات ومحاضرات بتجهيزات تكنولوجية متطورة. الصرح الجديد لمديرية أمن القاهرة إنما هو انعكاس لمنظومة التطوير والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وبما يتماشى مع التطوير الشامل الذي تشهده البلاد نحو بناء الجمهورية الجديدة. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخة الرابعة للمنتدى الذي ينطلق الاثنين المقبل وحتى الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت إدارة المنتدى أن الأجندة تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا والتي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية.
وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الأفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحول الرقمي والتعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان. كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع. كذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة، وفي ضوء اهتمام منتدى الشباب شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحاكاة يعقد هذا العام نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. وتستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مسرح شباب العالم ومنصة الإبداع وساحة ريادة الأعمال. وللمزيد من المتابعة معنا كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، ما هي آخر المستجدات لديك الآن؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي التلفزيون المصري من أرض السلام من شرم الشيخ. بالفعل تابعنا منذ صباح اليوم ومنذ أمس بالفعل وصول الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، سواء كانوا من الرموز السياسية أو الرموز الفنية أو حتى الشباب من سن 18 حتى 40 عاما بالفعل يشاركوا في هذه النسخة الاستثنائية بالطبع، خصوصا بعد جائحة كورونا في ظل إجراءات احترازية يتخذها محافظة جنوب سيناء وتحديدا شرم الشيخ. وبالطبع هذه الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات وبالطبع توجيهات من المتطوعين في منتدى شباب العالم للمشاركين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي على قدر المستطاع. بالإضافة لذلك فور وصولنا لمطار شرم الشيخ الدولي لاحظنا بالفعل وجود هؤلاء المتطوعين لإرشاد المشاركين في المنتدى للأماكن الصحيحة حتى يصلوا لأماكن التسكين الخاصة بهم قبل بداية المؤتمر، وهو في العاشر من يناير أو الاثنين القادم حتى 13 من يناير. بالطبع هؤلاء المتطوعين متواجدين داخل المطار، متواجدين أمام الفنادق، متواجدين للاستعدادات الخاصة بالمنتدى، أيضا متواجدين داخل هذه الأماكن الخاصة لتوجيه المشاركين وأيضا استخراج التصاريح الخاصة بهم والتأكد من هويتهم المختلفة. أيضا على هذا يعني على هامش يعني التجهيزات الخاصة بالمنتدى، هناك الرموز الفنية التي ستشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وسيكون المشاركون عددهم بالطبع سيصل إلى 5000 مشارك هذه النسخة مثل التي سبقتها، على الرغم من أن النسخة الأولى كان 3500 مشارك فقط. هناك الرموز الفنية مثل بالطبع الفنانة الأسبانية التي شاركت في أحد المسلسلات مثل كاسا دو بابيل، المسلسل الأسباني الذي بالطبع كان له شهرة خاصة في الفترة الماضية وكانت شهرتها راكيل أو المحققة راكيل. ربما هذه أيضا علامة على أهمية هذا المنتدى، وأيضا كما ذكرنا هي محاور أساسية يعتمد عليها المنتدى سواء كان السلام أو التنمية. السلام وهو تبادل الثقافات بين الشباب من مصر أو من خارج مصر من بلاد العالم أجمع، سيتبادلون الثقافات المختلفة لبناء مستقبل أفضل بين الشباب، وخصوصا بعد جائحة كورونا. أيضا هذه ربما أرض السلام شرم الشيخ تستضيف المنتدى في نسخته الرابعة، وهو أيضا فرصة لأيضا عودة السياحة مرة أخرى لشرم الشيخ، أيضا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة. سيكون هناك عدد من الورش العمل ستكون خلال المنتدى، وقبل المنتدى سيكون هناك أيضا ورش عمل للتعامل وكيفية التعامل بعد جائحة كورونا، وأيضا التناقش حول التنمية المستدامة، وهي من الملفات الهامة جدا خصوصا استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية القارة الأفريقية 2063. لذلك محاور عديدة سنتابعها بالطبع على مدار الأيام القادمة. كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة.
في إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة للمشاركة من الجميع ممن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد. تهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة به، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين. كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى أونلاين، وذلك عبر التسجيل بالإيميل فقط. ولأول مرة تستخدم هذه التقنية المنتديات من هذا النوع، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط من كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صور تذكارية خاصة باستخدام تقنية فوتو بوث. تستعد مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم، حيث تم تجهيز عدد من الأتوبيسات والسيارات المخصصة لانتقالات الوفود داخل المدينة، كما تم التأكد من انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بملف الانتقالات. وفي إطار الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم، تفقد المحافظ تجديد أيقونة السلام بميدان السلام وإضاءتها لإقامة الاحتفالات التي تتضمن عروضاً واستعراضات فنية، وذلك ضمن البرامج الترفيهية التي جرى إعدادها للمشاركين في المنتدى. جهد كبير تم الفترة الماضية في إعداد المدينة وتجهيزها، وخاصة بعد موجة الأمطار والسيول اللي ضربت مدينة شرم الشيخ. في الحقيقة كان لها نصيب وافر من كمية الأمطار. مجهود مكثف مضاعف، يعني يمكن كذا مرة أحضر هذه المؤتمرات، إنما عايز أقول إن المرة دي بذل جهد كبير جدا، وأنا بشكر عليه كل الرجال اللي مشغلين معايا في المحافظة اعتبارا من نائبة. دي بؤرة أو منطقة تانية من مناطق تجميع الأتوبيسات اللي هي إن شاء الله هتشيل الضيوف وتحرك بيهم في المدينة، وانت شايف العربيات كلها جهزت وكلها اتظبطت، تحط عليها الشعارات بتاعة المؤتمر. إلى الملف العراقي، حيث هنأ الرئيس العراقي برهم صالح العراقيين بعيد تأسيس الجيش العراقي، فيما شدد على ضرورة دعم الجيش بما يستحقه من مكانة رفيعة. وقال صالح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتقدم بتحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الإرهاب. وأضاف أنه من الواجب دعم الجيش بما يستحق من مكانة رفيعة، فهو مؤسسة وطنية دستورية حامية لأمن العراقيين. وفي سياق متصل، شهد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حفل تخرج كوكبة جديدة لطلبة الكلية العسكرية الأولى. وقام الكاظمي بتوزيع الهدايا التقديرية على الطلبة المتفوقين، فيما قدمت عمادة الكلية العسكرية هدية تقديرية إلى رئيس الوزراء بهذه المناسبة.
تأتي مشاركة الكاظم في هذه الفاعلية بالتزامن مع ذكرى 101 على تأسيس الجيش العراقي. التقت لجنة خارطة الطريق الليبية المشكلة من قبل مجلس النواب مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز برفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والوفد المرافق لهما. واستعرض رئيس اللجنة خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس طبيعة عمل اللجنة ومهامها، كما أحيطت اللجنة علما بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة. وأكدت ويليامز على دعمها الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية. نجدد تحية على حضراتكم مشاهدينا. وإلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء التونسي، حيث ذكر سعيد بأنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون، وشدد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس. نحن نعمل بناء على ثوابتنا ونعمل أكثر مما يتصور الكثيرون. تعلمون جيدا أن هناك تدابير استثنائية، ويعلم منكم الكثير أن الذي يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو في الخارج غير مقبول على الإطلاق، غير مقبول لأنه خارج القانون. نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، لم نلزم أحدا بأي شيء، ولكن نلزمهم بتطبيق القانون. وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل المغادرة للمسافرين إلى بريطانيا. وأوضح جونسون أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى بريطانيا، مبينا أنه اعتبارا من غد الجمعة لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى البلاد إلى إجراء اختبار PCR قبل السفر، وابتداء من يوم الأحد القادم بدلا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول. قال رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس إن فرض التطعيم الإجباري للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يكون مجديا بالدرجة الكافية، نظرا لأن هذه الخطوة ستجلب مشكلات أكثر. وأضاف كاستكس أن بلاده تواجه بالفعل بعض الصعوبات في مسألة فرض الالتزام بالجواز الصحي، مشيرا إلى أن هذه المشكلات ستصبح أكبر إذا ما تم فرض التطعيم إجباريا.
السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بايدن يؤكد أن انتخابات عام 2020 كانت أقوى تعبير عن الديمقراطية، ويشدد على أن المجموعة التي استهدفت الكونغرس كانت تستهدف تمزيق البلاد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 كانت أقوى تعبير عن الديمقراطية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكونغرس، أوضح بايدن أن المجموعة التي اقتحمت المبنى كانت تستهدف تمزيق البلاد، مشددا على عدم إمكانية تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل. معرضة للخطر في عاصمتنا التي كانت محاطة ومحاصرة. لم يكن هذا مجموعة من السياح، كان تمردا مسلحا، وكانوا يحاولون حرمان الشعب من حقهم. لم يكن يريدون أن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولكن أرادوا إلغاء انتخابات نزيهة، ولم يريدوا كانوا يريدون أن يعارضوا الدستور. هذا ليس شيئا سهلا، قد مضى، لا ينبغي دفن هذا الأمر. هذه الطريقة الوحيدة للتقدم إلى الأمام. هذا ما تفعله الدول العظمى، هي لا تخفي وتدفن الحقيقة، إنها تواجه الحقيقة. من جانبها أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أن ذكرى اقتحام الكونغرس ستبقى خالدة، مشيرة إلى أن الحادث كان بمثابة هجوم على القيم الأمريكية. كما أوضحت هاريس أن بلادها مرت بلحظة هشاشة للديمقراطية خلال اقتحام الكونغرس، لافتة إلى أن واشنطن لن تسمح باستهداف الديمقراطية. يهاجمونه هو المؤسسات والمبادئ والقيم التي أجيال من الأمريكيين قد مشوا وأراقوا دماءهم لإقامتها وللدفاع عنها. في 6 يناير كلنا رأينا ما ستبدو عليه أمتنا لو أن القوى التي تبحث عن تفكيك ديمقراطيتنا نجحت في ذلك. الانعدام القانون والعنف والفوضى. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. And we must meet this moment as the United States of America. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه سيتم توزيع كروت الخدمات على أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وذلك عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالعريش، اعتبارا من يوم الأحد المقبل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت محافظة شمال سيناء توفير 5000 كارت خدمات للتوزيع على أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة، طبقا لتعليمات صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والتابع لمجلس الوزراء.
والآن مشاهدينا الكرام مع أخبارنا الاقتصادية. الجولة الاقتصادية وحكمة عبد الحميد، إليك حكمة. نهى ويوسف شكرا لكما، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عددا من الاستفسارات من اتحاد المصريين في أوروبا بشأن أول تأمين على المصريين بالخارج. جاء ذلك في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه أشاد اتحاد المصريين في أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذي كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن. وثمن الاتحاد جهود وزارة الهجرة للدعم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنة البرامج والأداء على المستوى القطاعي، ويغطي التقرير الفترة من 2018 حتى عام 2021، ويستعرض كافة برامج التنمية في مختلف القطاعات وربطها بأهداف التنمية المستدامة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل منظومة البرامج والأداء، لذا حرصت على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها، ذلك من خلال قانون التخطيط العام الذي أكد على تبني منهجية البرامج والأداء بشكل واضح، ذلك لضمان التكامل بين الانفاق الاستثماري والجاري في إطار خطة متكاملة، كذلك إنشاء وحدة البرامج والأداء بالوزارة. نذهب الآن إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية انخفاض ليصل إلى 1800 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 676 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 790 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 902 من الجنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6320 جنيها. عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع وفد من إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة بالمدن المصرية، ذلك لبحث التعاون مع الشركة للعمل في منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة. وأكد الوزير على ترحيب الحكومة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات لتحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات. من جانبه رحب وفد الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة النظافة، وأشار الوفد إلى دراسة تقديم عرض فني ومالي للدخول في المنظومة بجنوب سيناء، ما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة. انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة إلى نهى ويوسف مرة أخرى. شكرا جزيلا لك حكمة. والآن مشاهدينا مع ختام نشرتنا لم يتبقى سوى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يهنئ البابا توادروس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد. منتدى شباب العالم يعلن أجندة نسخته الرابعة ويطلق منصته الافتراضية لإتاحة المشاركة عن بعد. رئيس الوزراء البريطاني يعلن أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل مغادرة المسافرين إلى بريطانيا.
وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. شكرا على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.